كيف سبب هي؟ هل هو شو إعلامي؟ هل هو يعني خلافات؟ أدي حضرتك قلت ما فيش خلافات شخصية، الرياضة والبصفة عامة كلها تسامح وحب واحترام متبادل بين الجميع. حضرتك قلت ممكن يكون شو إعلامي، ممكن يكون في حاجة دخيلة في نفس البني آدم احنا ما نعرفهاش، ولكن اهو بنتفرج وبنشوف. عودة الجماهير للملاعب مرة ثانية يمكن من أهم المطالب والأولويات اللي بتنادي بها الجماهير. عايزين نعرف المجلس إن شاء الله في حال نجاحه يعني خطته إيه للعودة مرة ثانية للجماهير بالملاعب؟ موضوع الملاعب وموضوع الجماهير ده أمني بحت، اتحاد الكرة ليس له دخل بكده. إذا الجماهير التزمت وانضبطت داخل المدرجات أهلا وسهلا، وده شيء يفرحنا جميعا إن الجماهير تعود للمدرجات، وما فيش رياضة من غير جماهير.